أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بعض حكام المسلمين اليوم في بعض البلاد يسمح للنصارى ببناء الكنائس بل وإظهار شعائرهم في التلفاز خوفا منهم، فهل هذا يجوز؟ وهل يدخل في الموالاة؟ وهل يجوز أن نكفرهم بأعيانهم؟ هؤلاء لهم ظروف ما ندري عنها، لازم من دراسة يعني أحوالهم ودراسة ما يفعلون، ويصدر الحكم عليهم بعد الدراسة وبعد معرفة شبهاتهم والرد عليها، أو على طول تحكم عليهم بالكفر. لازم إن أهل العلم يأخذون شبهاتهم اللي عندهم والتي بنوا عليها الترخيص، وتعالج هذه الأمور. نعم.